السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة صوت العراق، ونقرأ فيها مقالا بعنوان التعليم مفتاح العراق لتحقيق الإنجازات الأولمبية للكاتب محمد الربيعي، يقول فيه: منذ انضمام العراق إلى الألعاب الأولمبية لأول مرة في عام 1948 لم يتمكن من تحقيق إنجاز كبير يذكر. هذا النقص المحزن في الإنجازات الأولمبية يعكس العديد من المشاكل والتحديات التي تواجه البلاد، والتي يمكن تلخيصها في نقطة واحدة، وهي سوء وتخلف التعليم. فالتعليم هو الأساس الذي يبنى عليه أي تقدم في المجتمع، بما في ذلك الرياضة. وفي العراق يعاني النظام التعليمي من العديد من المشاكل التي تؤثر بشكل مباشر على تطوير المواهب الرياضية، ومن بين هذه المشاكل نقص التمويل الذي يعاني منه المدارس والجامعات، بالإضافة إلى البنية التحتية الضعيفة، حيث تفتقر العديد من المدارس إلى المرافق الرياضية المناسبة، مما يحد من قدرة الطلاب على ممارسة الرياضة بشكل منتظم. وأيضا يفتقر المنهج الدراسي إلى التركيز على التربية البدنية والرياضة كجزء أساسي من التعليم. الرياضة ليست مجرد نشاط ترفيهي، بل هي جزء أساسي من التعليم والتطوير الشخصي. وفي العراق تواجه الرياضة العديد من التحديات التي تعيق تحقيق الإنجازات الأولمبية، ولا تحظى الرياضة بالدعم الكافي من الحكومة أو المدارس أو حتى الجمهور، مما يؤثر على إنتاج رياضيين مؤهلين للمشاركات الدولية. كذلك يوجد نقص في المدربين المؤهلين الذين يمكنهم تطوير المواهب الرياضية بشكل صحيح، وهذا يعود إلى ضعف التدريب والتأهيل المهني والجامعي، وأيضاً إلى البيئة الاجتماعية السلبية، حيث لا تحظى الرياضة بالاهتمام الكافي من المجتمع، مما يؤثر على تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة. فتركيز الآباء على حفظ الدروس الصفية لأجل الحصول على درجات عالية، والخلاصة هي أن تحقيق الميداليات الأولمبية يتطلب تضافر جهود كبيرة في مجالات متعددة منها التعليم، مما يتوجب على العراق أن يستثمر في تطوير نظام تعليمي قوي يشمل التربية البدنية كجزء أساسي، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم للرياضة من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير المدربين المؤهلين. ومن خلال هذه الجهود المتكاملة يمكن للعراق أن يأمل في تحقيق إنجازات أولمبية مستقبلية. وإلى صحيفة المدى التي نشرت مقالاً بعنوان نواب يسخرون من الشعب للكاتب علي حسين، يقول فيه: يملأ بعض السياسيين حياتنا بالبيانات المضحكة وفي سذاجة يومية، يحاولون أن يحولوا الأنظار عن المآسي التي ترتكب بحق هذا الشعب المطلوب منه أن يذهب كل 4 سنوات صاغراً لانتخاب من يمثله طائفياً لا وطنياً. وبكل صلافة يتحول الكثير منهم إلى محللين اقتصاديين وخبراء في شؤون الطاقة الذرية، والكثير من هؤلاء يضحكون علينا في مواقف غير مضحكة، من عينة ما أخبرنا به النائب معين الكاظمي من أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية ستحقق السعادة للمسلمين في العراق. ولكن دعوني أسأل السيد الكاظمي، لماذا لا يطالب بقانون يطبق شرع الله على سارق المال العام وعلى المزور وعلى الذي يستغفل البسيط؟ ولماذا لا يطبق على السياسيين الفاسدين والمسؤولين الذين نهبوا البلاد والعباد؟ تحولت الانتخابات في هذه البلاد من منافسة على العمل الخدمي إلى صراع على البقاء، وبدل أن تقرر مثل هذه الانتخابات مدى تطور ثقافة الحكم وقدرة المواطن على الاختيار، فإنها ستقرر مدى استمرار بعض النواب على الجلوس على كرسي البرلمان ومدى أهميتهم في المناطق التي انتخبتهم. ولا نعرف إن كانت معظم التصريحات مضحكة أم لا،
لكن الأكيد أن هذا التهافت للحصول على كرسي البرلمان لا علاقة له بالديمقراطية ولا بأهم ما فيها، أي العمل من أجل خدمة المواطن. ويضيف الكاتب: للأسف اليوم معظم الذين يجلسون على كراسي مجلس النواب ينظرون إلى الشعب كمجموعة من التابعين. أنت مواطن صالح ما دمت تهتف للطائفة وتمنح صوتك لمثيري الطائفية وتهتف باسمهم طوال الوقت وتبتلع خطبهم الملوثة بالجهل والكراهية. وفي كل دول العالم الموقف من الانتخابات حق للشعوب تكفله الدساتير والقوانين من دون أن يهان المختلفون مع البرلمان، فالبرلمان لخدمة المواطنين وليس المواطنون لخدمة البرلمان، وبالتالي لا إجبار في تطبيق القوانين على الناس. ونقرأ في صحيفة صوت كردستان مقالا بعنوان عقولنا مغتصبة للكاتب كامل سلمان، يقول فيه: لا تقولوا أراضينا مغتصبة، ولا تقولوا أموالنا وخيراتنا مغتصبة، ولا تقولوا مستقبل أبنائنا في ضياع، ولا تقولوا سعادتنا مغتصبة، فإنها لم تكن لتغتصب لولا أن عقولنا كانت وما زالت مغتصبة. إن الذي اغتصب عقولنا بالأمس هو نفسه الذي يغتصب عقولنا اليوم وكل يوم، لكن بثوب جديد. فإذا تحدثنا عن أي ظاهرة سلبية سنجد لها مقارنة بالعقل، فمثلا إذا تحدثنا عن الحجاب سنكون مضطرين للحديث عن حجاب العقول، وإذا تحدثنا عن السرقات سنكون مضطرين أيضا للحديث عن سرقات العقول. كذلك مفردات مثل تدمير العقول وتجفيف العقول وغيرها أيضا، هذه المتداولات عند الناس يلفظونها ولا يدركون أبعادها. عقل الإنسان يتقبل كل هذه المتلازمات السيئة، ولكن أعنفها وأشدها سوءا هي اغتصاب العقول. العقول التي تجرد من القدرة على التمييز بين الصح والخطأ هي عقول مغتصبة، والعقول التي تغيب عن بصيرتها جمالية الحياة وحرية الفكر هي عقول مغتصبة. والعقول المغتصبة هي تلك العقول التي تعبأ عن قصد بالأفكار المريضة الاستسلامية، الأفكار العليلة غير المحترمة وغير النافعة، أفكار لم يعد أحد ينظر إليها باحترام لأن وجودها كان عاراً في التاريخ، فيعيدوها لنا لتكون عاراً في الحاضر. تحملها إلينا كائنات ممسوخة تكره الحياة، ويعينهم بعض المرضى نفسياً بشكل عاطفي ليغتصبوا بها عقول السذج من الناس. هكذا أصبحنا بين المجتمعات البشرية بسبب عقولنا المغتصبة، وهذا حال أبناء مجتمعاتنا. فمغتصب العقل يخاف التحدي، يخاف المطالبة بحقه، لأن الخوف أصبح جزءاً من تركيبته وجزءاً من شخصيته. يفعلون به ما يشاءون وهو ساكت يرتجف، يخاف أن يقارن نفسه بالمجتمعات الأخرى لأن الفارق مخزي، فلا مجال للإبداع ولا مجال للمنافسة مع الآخرين. والمشكلة التي تبقى خافية على الناس وعلى مر العصور هو أن المغتصبين الذين يعملون على اغتصاب عقول الناس هدفهم هو في كيفية الوصول إلى السلطة واغتصاب السلطة واغتصاب الأموال والأراضي وجعلها أمراً واقعياً. وإلى موقع قناة الرافدين الفضائية نقرأ فيه مقالاً بعنوان تغيير سياسي عبر الاغتيالات للكاتب طلعت رميح، جاء فيه: صعد الكيان الصهيوني ومن خلفه الولايات المتحدة من عمليات الاغتيال السياسي في الأيام الأخيرة، فبدأ ما يجري كموجة متحركة بدأت بمقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث الطائرة الشهير ذهبت نحو لبنان، فجرى اغتيال رئيس أركان ميليشيا نصر الله فؤاد شكر في بيروت، واختتمت الموجة حتى الآن باغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قلب العاصمة طهران. وفي تفسير تلك الموجة انشغل متابعون بالبحث عن الجوانب الفنية والحديث عن اختراقات أمنية وعن الطرق التي اعتمدت في عمليات الاغتيال، ووصل البعض حد الاستنتاج السياسي من تلك الجوانب الفنية
كمثل من قال إن ملابسات حالف اغتيال هنية تكشف عن تواطؤ إيراني، إن ملابسات حالف اغتيال فؤاد شكر تظهر مدى الانكشاف السياسي لميليشيا نصر الله. التعامل مع التوقيت والأهداف، فقد جرى التركيز على الأسباب المباشرة التي تتعلق بنتنياهو، فقيل إن نتنياهو اختار هذا التوقيت لخلط الأوراق للخروج من مأزق فشله في تحقيق أي من الأهداف التي أعلنها سبباً لغزو واحتلال غزة، وأنه استهدف التخلص من الضغوط التي تطالبه بعقد صفقة لتبادل الأسرى ووقف الحرب بما يهدد بقاءه في الحكم. وهناك من أشار إلى محاولة صهيونية لاستعادة حالة الردع التي فقدها الكيان منذ ضربة 7 من تشرين الأول. وقيل كذلك إن نتنياهو يسعى لتوريط الولايات المتحدة في حرب إقليمية كبرى. وواقع الحال أن الكيان الصهيوني اعتمد سلاح الاغتيالات ضمن وسائل إدارة الحرب والصراع منذ تشكيل العصابات الأولى على أرض فلسطين، وقد بلغت جرائم الاغتيال التي ارتكبها نحو 2800 عملية اغتيال، غير أن مثل تلك الاغتيالات لا يمكن لها أن تتم في هذه المرحلة إلا بقرار ومساعدة أمريكية. وفي ذلك قد يكون لنتنياهو أهدافه، لكن الأهداف الكبرى تعود لصاحب القرار والخطط الاستراتيجية وهو الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمكن لنتنياهو أن يتخذ مثل تلك القرارات لأنه لا يستطيع تحمل نتائجها وحده. وهو أوضح بجلاء في خطابه الأخير أمام الكونغرس أن استخبارات وجيش الكيان هما في خدمة الاستراتيجيات الأمريكية، وأن كيانه لا يستطيع خوض الحرب إلا بالمساعدة العسكرية الأمريكية. وإلى صحيفة القدس العربية التي نشرت مقالاً بعنوان هل الميليشيات ضرورة استراتيجية إسرائيلية وأمريكية؟ للإعلامي الشهير فيصل القاسم، حيث جاء فيه: ازدادت في الآونة الأخيرة وتيرة الشكاوى والتذمر الأمريكية والإسرائيلية من خطر الميليشيات الإيرانية في المنطقة، وخاصة بعد أن دخلت بعض الميليشيات العراقية واليمنية واللبنانية المرتبطة والمدعومة من إيران على خط الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن اليوم على ضوء ما يتم تداوله من تململ إسرائيلي وأمريكي من الميليشيات المدعومة إيرانيا، هل إن إسرائيل باتت تخشى فعلا خطر تلك الميليشيات، وأن أمريكا تتفاوض مع الإيرانيين من تحت الطاولة لكف أذى جماعاتها عن الإسرائيليين أو التحرش بهم؟ هل هناك فعلا هلع إسرائيلي من تعاظم شأن الميليشيات وأنها باتت تشكل خطرا على إسرائيل وعلى المصالح الأمريكية في المنطقة؟ من الخطأ القول إن الأمريكيين والإسرائيليين يخشون تلك الميليشيات، ولدينا عشرات الأدلة على أن الأذرع الإيرانية الميليشيوية تحظى بمباركة أمريكية وإسرائيلية رغم كل الضجيج الإعلامي حول خطورتها على أمريكا وإسرائيل في المنطقة، ورغم تقليم أظافر بعضها عندما تزيد جرعتها. ولو كان الإسرائيليون يخشون تلك الميليشيات فعلا لما سمحوا لعشرات الجماعات المدعومة إيرانيا بدخول سوريا منذ سنوات لمساعدة النظام في التصدي لقوى المعارضة. أليس من الغريب أن إسرائيل تملأ الدنيا ضجيجا حول خطورة ميليشيا حزب الله اللبناني، بينما في الآن ذاته غضت الطرف عن تشكيل عشرات الميليشيات الإيرانية داخل سوريا؟ كيف نصدق أن أمريكا تخشى الميليشيات اليمنية أو العراقية أو السورية إذا ما علمنا أن العديد من قادة الميليشيات العراقية كانوا يقاتلون إلى جانب القوات الأمريكية في العراق وبحماية الطيران الأمريكي؟ ثم لماذا عملت أمريكا أصلاً على القضاء على الجيش العراقي وسمحت بظهور عشرات الميليشيات المدعومة إيرانياً لو لم يكن لها مصلحة في ذلك؟ لهذا لا تحلم باختفاء تلك الميليشيات، بل هي باقية وتتمدد للأسف، لأن المصلحة الأمريكية والإسرائيلية تقتضي بقاءها وتمددها وضبطها عندما تخرج عن الخطوط المرسومة لها.
وبهذا نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته. دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.